في خطوة هي الأولى من نوعها في ريف حلب، أقيمت مسابقة للحساب الذهني لستة مستويات في مدينة نبل بريف حلب بمشاركة 200 طفل بهدف تنمية المهارات العقلية للأطفال وإبراز قدراتهم في العمليات الحسابية. الشيء اللي شهدناه اليوم هو مسابقة محلية الأولى بالنوع صراحة بالريف الشمالي لحلب. المراحل اللي عندنا هن ست مستويات تدريبية، معظم الطلاب خاضعين لمستوى 2 3 4 بحسب، يعني أعمار بتتراوح بين 5 سنوات ل 14 سنة. الهدف من البرنامج هو تشغيل الذاكرة الصورية أو الدماغ البشري، الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية. الحساب الذهني هو بيوصل لمرحلة الآلاف، هو المستوى الثالث، بيقدروا يحسبوا بالحساب بالذهن لمستوى الآلاف، ونحن عنا هيك طلاب يعني الحمد لله، وإن شاء الله الكل يصير بهالمستوى. وتم تكريم الأطفال الفائزين في نهاية الاختبار وتوزيع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث عبر الفائزون بالمسابقة عن سعادتهم بهذه المشاركة، وخاصة بعد الجهد والتعب المتواصل الذي قدموه. أنا كتير فرحانة ومبسوطة بهذا اليوم، أنا ربحت المركز الأول بالحساب الذهني على مستوى ريف حلب، أخذت الكأس الذهبي، وهي أنا فرحانة إن هاي نتيجة تعبي. تعلمت من هاي المسابقة واستفدت إنه فينا نتغاضى عن الآلات الإلكترونية في كتير شغلات، منها الحساب، والحمد لله طلعت من أحد الأوائل وطموحي أوصل العالمين إن شاء الله. شاركت بالمسابقة الحساب الذهني، كان مخيم مع مسابقة، كانت مسابقة كتير قوية وحست بالمركز الأول. حصلت على الميدالية الذهبية وكانت تجربة كتير رائعة وحبيت الحساب الذهني كتير. حصلت على الميدالية الذهبية وبشكر كل المدربات والأنساتي اللي كانوا عم يدعمونا من خلال الثقة والتدريب. وتعتبر هذه المسابقة خطوة أولى على مستوى ريف حلب تمهيدا للمشاركة على مستوى المحافظة، كما أنها تعبر عن حجم الإبداع والتميز لهؤلاء الأطفال. للإخبارية السورية مصطفى كوسى، ريف حلب.